احنا بلشنا، صار وقت يمعتنا، صار وقت لعبتنا، صار وقت سوالفنا، وصار وقت ان احنا نشوف ديربي الثانويات اليوم منو راح يجمع لي من ثانويتين يدد في حلقة جديدة من برنامج بالحظ والصان. بالبداية خلوني أرحب بالثانوية اللي على إيدي اليمين، ثانوية الدرة الهاشمية، حياكم الله شيخ الرامزي، أريام الرشيدي وآلاء السبع. السلام عليكم بنات. عليكم السلام. الله صوت واحد. آلاء من أولها ما يتضح، من أول الحلقة ما يتضح، بس مع السلام عليكم. شلونكم؟ خير. طمنوني شلون اهل الفردوس، عساهم بخير. بالحفظ والصون عندكم؟ ثانوية درة الهاشمية بالحفظ والصون عندكم؟ جاهزين؟ ايش قاعد تدورين؟ انا اشوف اريان بس ايش تدورين؟ ماكو احد متعلق وراك، لا تخافين، انتم تمام. جاهزين تشوفون منو راح ينافسكم؟ راح ينافسونكم خريجات ثانوية سعاد بنت سلمة، حياكم الله هند الفضلي، دانا الشمري وريماس النبهان. بقول لكم سر يا جماعة، قبل أن نبلش الحلقة كنا كلنا أنا وكل خريجات قاعدين نسأل سؤال واحد، يا جماعة وين هند؟ هند ضايعة. هند لا تضيعين الحين، لازم تكونين موجودة. مرحبا. هاي. مبارك عليكم الشهر. أي عليك مبارك. جاهزين؟ جاهزين. نما إلى علمي وبلغوني أو التمست واستشفيت أن صرت رفيجات. كلكم. أنت وقبل لا توصلون للستيديو اليوم ما تعرفون بعض. ما نعرف بعض. ولا مرة شفتوا بعض. ولا مرة. الحين ضفتوا بعض سناب كلكم. سويتوا جروب واتساب. سويتوا جروب واتساب. حشيتوا فيني ولا بعد؟ لا لا. منو منكم اللي راح تسوي لي كابتشر إذا حشيتوا؟ أنا. عرفتوا من اللي نقل حكي من الحين أقول لكم. شيخة زين، أبي أعرف. عندكم اسم حق فريقكم ولا بيكون اسمه خريجات ثانوية الدرة الهاشمية؟ خريجات الدرة الهاشمية. عندكم اسم حق فريقكم ولا؟ خريجات سعاد. خريجات سعاد بنت سلمة. بنت سلمة. خريجات سعاد ولا خريجات سعاد بنت سلمة؟ خريجات سعاد وخريجات درة. حلو. تمام كذي؟ خريجات درة أعرفكم على محاسبكم سعود، هو مسؤول عن أنه هو يحسب دينار بدينار، ما راح تقدرون تقصون عليه تقولوا له خش لنا 10 هني 5، ما ينفع. بنات أعرفكم على محاسبتكم ضحى. ضحى تبتسم وشوية حبوبة بس جلادة، لا صار وقت الحسابات ولا يطوفها دينار، ديروا بالكم. شنو؟ أشوي حطينا يمين. لا اسمعوا أقول لكم سر يعني ما يخفى على حد، سعود أصلاً ولد أخوي. ندري. يعني أنا عمّة. ندري. يعني ما راح يقدر أنه هو يزعل عمّة عشان يراضيكم. وجهة نظر. بعد لحظة دراكم. أنا أدري. تحط بستاري. تحط بستاري. متابع. بلا متابع. لا بلشنا. يعني قاعد يقولوا لي إنهم مسوي لي فولو ويتابعون ستورياتي أول بأول وشنو فيه؟ لا. كنا سواس من أول حلقة. سواس ها؟ كنا سواس. زين جاهزين؟ جاهزين. 1500 دينار بهذه الحلقة مقدمة من لايرز مسك للفريقين، راح نشوف منو اللي بياخذها بآخر الحلقة. أذكركم إن ما عندي أحد خسران، سواء فزتوا أو خسرتوا كلكم داشين السحب على سيارة جي أي سي إمباو الرياضية، فإن شاء الله يا رب تكون من نصيب أحد فيكم. نبلش؟ نبلش. قبل لا نروح حق الجولة الأولى عشان أعرف الفريق اللي راح أبلش معاه، راح نسوي التالي. ضحى راح تاخذ الصندوق اللي عندها واللي فيه مفتاحين، فريق ثانوية درة آسف سعاد لازم تختارون واحد من المفتاحين. خل أقول لكم شي يصير، إذا نقيتوا المفتاح اللي يفتح باب الصندوق فراح أبلش من عندكم، إذا ما نقيتوا الباب اللي يفتح باب الصندوق مرة ثانية، إذا ما نقيت شلون تصير الجملة لحظة، إذا ما نقيتوا المفتاح اللي يفتح باب الصندوق فراح أبلش هني. هذا من شأنه عشان أنا ما أحب خلال الحلقة أحد يقول لي أسئلتهم أسهل من أسئلة، ما عندي هالسوالف. أنتوا بتختارون توزيع الأسئلة الحين. أوكي؟ أوكي. جاهزة؟ جاهزة. عندك الموضوع؟ عندي. دانا. دانا. تبي تشاورين رفيجاتك أي مفتاح تختارون؟ ها؟ ريماس؟ يمين. أوكي. يمين؟ يمين. يلا خذوا المفتاح اللي على اليمين. خلينا نشوف. يفتح الباب ولا ما يفتح الباب؟
فتح 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 اي على البدايه راح تكون عند خريجات ثانويه سعاد بن سلمة. يلا انا مالي شغل نبيها من الله. تبونها من الله؟ يمكن الاسئله الحين تصير اسهل عندهم. لا ما نبيها عيل. لا خلاص ما نبيها من الله. والله انتم قلتوا نبيها من الله. كنسل. جاهزين؟ اي عيل. عيل خلونا نتعرف مع بعض على قوانين الجوله الاولى. الجوله الاولى تتكون من 9 اسئله حق كل فريق، وكل واحد بالفريق راح يجاوب على 3 أسئلة، وراح تكون مدة كل سؤال 15 ثانية بس، وكل سؤال بسعره. السؤال الأول بعشر دنانير، الثاني بعشرين دينار، الثالث 30 دينار، واللي جاوب غلط راح ينخصم من فريقه سعر السؤال، وإذا جاوب صح ما راح ينخصم منه شيء، وفلوسه بتكون بالحفظ والصم. السلام عليكم. السلام. جاهزين؟ جاهزين. أول أسئلة راح تكون قيمتها 10 دنانير. جاوبتوا السؤال صح حافظتوا على الفلوس، جاوبتوا السؤال غلط راح أخصم 10 دنانير. أوكي؟ أوكي. البداية راح تكون عندك يا دانا. يلا. السؤال يقول ما هي ألوان علم الإمارات العربية المتحدة؟ نطري التايم يبلش تعطيني الإجابة. يلا. تايم تفضلي. يلا أحمر أخضر أسود أبيض. صح وصح وصح وهم صح. برافو. ليش كل هالزعل يا أريام؟ ليش كل هالضيقة يا أريام؟ ليش زعلانة؟ قلت صفي. في أغنية قبل تقول ليش زعلانة كذي شو اللي حصل؟ أيوه عرفتها عرفتها شيخة. ماركوبتش طبعا ولا ما وصل. أنا لا ترابي ترى دمك ثقل. لا بتغنين وياي ولا خليتيني اغني بروحي؟ مو حظ الباجي. لا اسف انا بعد اعتمدت عليك بزياده. احسدك. اريام. ما السؤال. هلا. خلينا نشوف سؤالك يقول. سؤالك يقول ما هو ناتج المعادله؟ 7 ضرب 3. 7 ضرب 3 اريام. أدي 17 31 3 7 مرات 13 12 13 3 7 مرات 21 ها 21 الإجابة صح. لا ترتبكين قاعد أسوي قاعد 7 زائد 1 زائد 7 إيه قاعد أحفظكم جدول الضرب. لا يا علمي إيش فيك؟ علمي هذا هو علمي. الحمد لله ما ضعتي. جاهزة؟ جاهز. سؤالك يقول ما هي فصول السنة؟ تايم. ربيع وصيف وشتاء وخريف. والإجابة صح. 10 دنانير عندكم بالحفظ والصون. أسئلتهم سهلة. ساعدوني. ساعدوني بليز. سند هل. شيخة جاهزة؟ إيه. سؤالك يقول إذا كانت الساعة 17 فهي تعني أنها الساعة 5. زين نطري التايم. يعني واثقة وقاعد طالعني تقول لي 5. تعرفينها كذي وكذي؟ إيه. إذا الساعة 21 يعني كم؟ الساعة 21؟ 10. 10؟ لا ما تشغل فيها والله قاعد ضيعك. لا ما تضيعني. 21 يعني الساعة 9. 9 9 صح صح لأن 24 أوكي. يلا صح. بس هي ب 17 أنا قلت لها. حلفي. والله. غشش مغشش. طلع الموضوع بسهالة يعني مو كذي طلع الموضوع كله عند آلاء. شكله كاسر الوضع. يلا يلا جايج ريماس. هلا. ريماس هلا. ما انا ليش قاعد اقول اسمك تضحكين؟ ما ادري. جاهزه؟ اي. سؤالك يقول في عالم وسائل التواصل الاجتماعي ما هو التطبيق الذي يتميز باللون الاصفر؟ سناب شات. زين نطري التايم. تفضلي. سناب شات. سناب شات لا تجاوبون قبل التايم ترى عندي مخالفات. قالوا لكم على المخالفات. اي قالوا. اي ترى امون على المخالفات وايد انا. ما عندي مانع انزل مخالفات. سناب شات الاجابه صح. صار اسمه سوس. شنو؟ صار اسمه سوس مخالفات؟ يا ويلكم. سوس. لا تسوي ما لي شغل. الاء. سؤالك يقول ما هو اسم الفرقه الغنائيه الكويتيه صاحبه اغنيه غرامك شيء عجيب؟ تايم. ميامي. يلا نغنيها ويا بعض. غرامك شيء عجيب بطبعك ما حسن. لا شوي 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 غرامك شيء عجيب بطبعك ما
مرة ثانية شوي شوي. يلا. غرامك شيء عجيب وطبعك ما حصل. شوفوا أنا بقول لكم شيء، إحنا نقول غرامك شيء عجيب وطبعك ما حصل، تقولوا هيا. يلا. أحبك لو تغيب وراضي بالأمل. تمام، لا جوكم ممتاز، برافو عليكم بنات. بهذه المناسبة الجميلة راح أرفع سعر الأسئلة إلى 20 دينار. كنا خفتوا. إيه. على وصلنا بعد شوي 50 دينار وما أدري إيش بتسوون. أسوس. ما راح، ماكو هلب، ماكو هلب بالموضوع. دانا. هلا. سؤالك يقول ما معنى كلمة إشلع؟ تايم. حاش. إشلع. 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 صح. إشلع. إشلع اطلع. إيه. قوم. أو إيه. ساعدوها علامتها. اخرج. شيل اشلع اشلع شلعيها اشلعي شيل وقت صباح الليل. الو لما اقول لك دانا شلعي الواير يعني تروحي حق الواير تطلع برا. شيل ايش بيصير هي الكلمه؟ شيل اخراج اشلع. انت قلتي اي صح، انت قلتي اخلع. اخلع والاجابه صح. الحمد لله. والله والله شوفوا مو زعلانه انتوا قولوا لي انا. لا اريام تقول رديني مكاني. جاهز اريام؟ سؤالك يقول ما هي اكبر قاره في العالم؟ تايم. افريقيا. جاوبي لما تناقشين ويا صديقاتك. اكبر قاره في العالم مو اكبر دوله في العالم. اوكي. اوكي جواب. مو اسيا؟ لا لا مو اسيا. هاي منو؟ ايش دراني؟ اجابه غير اجابتها. انت تقولين شنو اريام؟ افريقيا. افريقيا. وانت يا الاء؟ اسيا. اسيا. شيخ اختاري تبي تسمعين كلام منو فيهم؟ هي واحده منهم جاوبت صح، واحده منهم جاوبت غلط. تبي تسمعين كلام منو؟ الاء. افريقيا. تبي تسمعين كلام الاء؟ اي كلام الاء هو الصح. يا شفتي؟ اي شفتها برا. عطت مبروك لي. ايش لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا يلا بلوك احس. هند. هلا. موجوده؟ اي. سؤالك يقول من هو الفنان الذي قام بغناء ندمان قلبي عالشوق؟ تايم. نطروا التايم بعدين جاوبوا. ها يا هند. نبيل شعيب. تعرفين الاغنيه؟ اي. إيه إيه. تعرفين اللي يغنيها ما تعرفين الأغنية؟ يبقى عندنا مشكلة. عارفة والله. صدق؟ إيه. ما راح أقولك غني لا تحط. أنا أكثر صوتي مبحوح ومشتط. بس بلشني أنا بالغنى. شنو؟ بلشني بس أنا بالغنى. إيش دعوة ما خليت غنين بيبي شرد عادي قلت إيش غرامك عادي. كلنا غنينا عادي. عموما الإجابة صح. شيخة. شيخة. علي. جاهزة؟ إيه. سؤالك يقول. إيه. لغز. ما هو الشيء الذي يجري ولكنه لا يستطيع المشي؟ تايم. الريح. رياح. ما ادري. لا لا شيء يمشي. الريح تجري. ما ادري يعني. الو سفن. ما ادري. لا لا لا. ما ادري. السفن تجري. تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن. ما ادري. الوقت. ها الوقت. اجابه. الوقت يمشي ما يجري. الوقت يجري بس ما يمشي. لا أعطيني إجابة. ريح. رياح. لا. رياح. ها شو تشوف؟ شو رأيك؟ يدري ما يدري. بيطلع طوط كبر راسنا. أنا لأن من باب تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن. مع أن الإجابة مكتوبة عندي الماي. هو الماي اللي يجري وما يمشي. صح. بس علشان نحن نعرف تجري الرياح و... نحسبها غلط. حتى ما نحسبها غلط. نحسبها منطقيا تنحسب لك صح. لا 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 غلط. غلط. لا تجري الرياح كمان. دقيقة معلش بنات بنات اعرف اخذ حقي والله. يلا. دقيقة زين. يلا. شنو عفوا؟ عندنا اعتراض. عندكم اعتراض؟ ايه. في احنا اغلب شهاداتنا بالكويت ننقعها ونشرب مايها. فانتوا اعتراضكم تبون قلاصات؟ اول شيء مين قال لكم ان الاعتراض مسموح؟ مشكلة. الاعتراض يقابل بمخالفة، حابين مخالفة؟ لا 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 لا. اطلعون وجهي السيء. لا لا. الله يرضى عليكم. لا لا. وبعدين انتوا نطروا مثل ما ساعدتهم اساعدكم، بس الواضح ان انتم ما تبوني اساعدكم. لا لا لا. اعترضتوا وقمتوا. لا لا اسفين اسفين. زعولي انا ترى زعولي. يلا جاهزين؟ سؤال عند منو؟ عندي. ريماس. ها ريماس. جاهزين؟ اي. خلينا نشوف سؤالك شو يقول. سؤالك لغز.
بيت بلا أبواب ولا نوافذ، فما هو؟ بيت الشعر. ندمان قلبي. بيت الشعر. ها؟ بيت الشعر. بيت الشعر؟ إيه. لا. بيت الشعر في باب. مش عادين بوق الإجابة؟ الشوق. عادين بوق السؤال؟ الشوق؟ لا لا. عندك إجابة ولا يبوقون السؤال؟ تدفعون 30 دينار تبوقون السؤال؟ إيه. راح يكون سؤال آلاء. لا لا. أوكي أوكي. بيت الشوق. بيت شنو؟ ها؟ هو بيت الشعر. تدفعون 30 دينار تبقون السؤال؟ بيت الشعر. بيت الشعر. بيت الشعر. خيمة بيت الشعر. بيت الشعر ولا بيت الشعر في إجابتين؟ شعر ولا شعر؟ شعر. الخيمة. شعر شعر. الخيمة، أنت قاعد تقولين الخيمة وهي قاعد تقول لي الشعر، أنت إيش تقولين؟ شعر صح؟ من أنا؟ لا هند. صوت فصال بينهم. ها شنو؟ بيت الشعر من لأنه هو في باب بس ولا نهو رماس بيت الشعر ولا بيت الشعر؟ بيت الشعر. بيت الشعر الإجابة صح. شفتي؟ ألو ألو عادي عادي. شلون بيت الشعر في باب؟ شلون بيت الشعر؟ لقطة الشعر بس. وشلون بقنا؟ خنبوقة. أسواس send help please. آلاء is laughing. آلاء is laughing. آلاء is laughing. جاهزة؟ سؤالك يقول ما هو المنتخب الفائز بلقب كأس الخليج لكرة القدم عام 2010؟ 2010 كم كان عمرك؟ خمس سنين. خمس سنين مسكينة حرام. ايش دعوة؟ يعني على أساس أنت ب 2010 كان عمرك 17؟ كان عمرها 4 سنين. ها ماني قايل شيء عشان مو تقولون ساعتهم ما أدري شو ماني قايل. برازيل. كأس الخليج. الخليج. كأس الخليج البرازيل. أبوي تسقلي ساعتك. البرازيل جارتنا شلون؟ مايكروش. خلص الوقت. دولة خليجية دامنا هو كأس الخليج دولة خليجية. السعودية؟ لا لا ما راح لا لا قطر. كيف شو تبي؟ ومو كيفي أنا شنو؟ أنت وشو تبي؟ إمارات. 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 ناخذ السؤال. ناخذ السؤال. جاوبت؟ لا إمارات. هي جاوبت. صح. خافين خصم منا. بس السؤال قيمته 20 دينار. لا ما إذا هي جاوبتها غلط فراح أخصم منها 20 دينار. لا لا لا. أنت تشترينها ب 30 دينار؟ لا لا لا. مو منطقي صح؟ لا لا. وأنت جاوبتي غلط وراح أخصم منك 20 دينار. شنو الدولة؟ الكويت. الكويت. الكويت دولة. ما تنهي لا. ردوا بهم. نحبها. خلاص عرفنا الجواب. وأنا قلت براش. يلا بهذه المناسبة الجميلة والسعيدة نرفع سعر الأسئلة. أرفع سعر الأسئلة إلى 30 دينار. برافو شيخة ركزوا وياي. حافظة السيناريو. حافظة. جاهزة. جاهزة. حلفي. يعني صوص انطرش تجهزين؟ لا لا جاهز جاهز. روح روح. السؤال يقول يلا متى تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي؟ تايم بنات تعاون هم مو نفس مجلس الأمة صح؟ شنو؟ مو نفس مجلس الأمة؟ لا 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 ما له شغل مجلس الأمة شيء ومجلس التعاون الخليجي شيء. لا 61 استغلال 61 ها بتبوقون السؤال؟ لا 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 بوقو لا لا شنو صار؟ 2006 2006 مجلس التعاون الخليجي ويت ويت 1962 1962 هذا استغلال 61 61 61 استغلال والله استغلال يعني ما ادري انا ادبي بس استغلال 61 اي ادبي ماخذ الدستور انا للحين ما سمعت ولا اجابه صح على فكره 2012 2012 خصم 30 دينار لانه اوريدي وقتكم خلص كم 1981 قلت بتقولين لا اوف والله قلت لا اي اريام انت غريبه كاس الخليج منو فاز فيه تقولين البرازيل متى تم تاسيس مجلس التعاون الخليجي في 1981 ايش فيك لا غريبه السؤال الصعب تعرفين اجابته السؤال السهل يعتمدوا عليها بالاسئله الصعبه لا بس خلينا نشوف يلا سؤالك يقول يا اريام متى مو متى في اي عام تم اصدار تطبيق انستغرام 2010 ليش تقول تايم من 2010 ناطريني الشباب تايم يلا اي سنه تفضلي اريام قول 2010 اذا غلط اكمل انا سمعت اجابه صح على فكره 2010 2010 تعتمدين اي الاجابه صح عبولي البرنامج هذا بالحفظ والصون الناس قاعد تشوفها الحين بالشهر الفضيل برمضان صح احنا في عام 2024 قبل 9 سنين
كنا في عام 2015. أي. رمضان الحين في هالسنة يصادف أي شهر؟ ثلاثة. ثلاثة. أي. بعام 2015 سؤالك يقول في أي شهر ميلادي بدأ شهر رمضان؟ ناخذ شنو؟ كم السؤال؟ السؤال ب30 دينار. في خيارات؟ في أي شهر؟ خيارات. قبل 9 سنين كان بأي شهر؟ كان بعز الصيف. سبعة. صيف. شهر 9. بس كان في وقت مدارس. 6. سبعة. ترى قلتي إجابة صح أنت. أنا؟ إيه. 9. قلتي إجابة صح أنت. 6. الإجابة صح. ها ساعدت ولا ما ساعدت؟ وين اعترض؟ احنا عندنا ان نسجل اعتراض علي. ها ايوه. خيانه. ماشي مو شخبط على ايدي بالقلم. سؤال يعني الدلون بالكويت ولا الموضوع كله موضوع جوجل ماب؟ جوجل ماب انت؟ لا بدي جوجل ماب انا. مالي انا الحين. شيخه. شيخه. سؤالك يقول اذكر 3 مناطق تقع على الدائري الخامس وتبدأ بحرف السين. تايم. صبيخات؟ لا المشكلة تقول صبيخات. هي اسمها سليبيخات؟ يعني قلنا بنات وكيوت وشي بس مو سليبيخات. سلمية صح. سلوى؟ لا سلوى لا. شنو يم السر؟ ما ادري. سلام. سلام والله صح. برافو. حبوني. برافو 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 برافو. ريماس سؤال عندك. تمام. جاهزة؟ اي. سؤالك يقول ما هي مهنة الصفار؟ صفار. السفينة يصفر حق الناس. لا. ما هي مهنة الصفار؟ اللي يصفر بالسفينة؟ لا. اللي يغني بالسفينة. أنا لا هذاك نهام. هذاك صح؟ هذاك نهام. أوكي. هي قاعد تقول لي غني قلنا لها هذاك نهام وصفار. شو خليتيها تقول نهام؟ حرام. إيه. شو تلعبون مع بعض؟ اللي يشيل الماي. الرد. يشيل الماي. اللي يشيل الماي. لا. وش الردة؟ خصم 30 دينار. أنا آسف. شو تاخذ غيرها؟ مهنة الصفار هي التعامل مع النحاس. وين؟ السفينة؟ مو إلا بالسفينة. لا أي منجم. أي منجم يعني. أي مكان. تمام. معوضة. آخر سؤال بالجولة عندك يا آلاء. أنا السؤال يقول كم عدد الأشهر الميلادية التي تحتوي على 31 يوم؟ إذا السنة فيها 12 شهر كم شهر منهم؟ أي بس أبي العدد ما أبي شنو الأشهر. كم شهر منهم في 31 يوم؟ كم شهر منهم في 31 يوم؟ كم شهر منهم في 31 يوم؟ كم شهر منهم في 31 حسبي. لا 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 3 يناير. قلت 3 قال لي لا. ناخذ السؤال. ما قال لا. خلصتوا بس تبي تبقونه؟ اي زين عندنا الاجابه. عندنا اجابه. عندنا اجابه. بقنا شهر بس خلاص. 3 شهور. 3 شهور. خلوهم يخسرون 30 دينار وناسه. خلوهم. لا يخسرون 30 دينار. خلوهم. لان انتوا اذا بتسووا السؤال بالنهايه انتوا بتحطون على مبلغكم ماكو شيء. بس شهر واحد. الحين شهر واحد. خلصتوا. اثنين اللي ما في. خلصتوا. انا قاعد اقول كم شهر في 31 يوم. كلهم الا واحد. شهر واحد في 31 يوم. ديسمبر. شهر 2 28 يوم. ديسمبر. شهر 3 31. شهر 4 ما في. شهر 5 في. شهر 6 ما في. شهر 7 في. شهر 8 ما في. شهر 9 ما في. شهر 10 في. انا قلت 3. 7 شهور. يا 7 شهور. انت قاعد تقولي 3. انا قلت 7. اوكي. حفظيهم عشان ما تنسين. انا زين ماني حافظ عيد ميلادي. متى عيد ميلادك؟ 26/4. 26/4 مواليد برج الثور. من العذر. لا ماكو من العذر على ولا شيء. بس اول ما نعرف شو برجك. عشان كذي ما تدري. لا هو واقع. واقع. خلصت الجوله. خسرنا. بالبدايه ضحى قولي لي بنات سعاد ايش كثر بقى بحسابهم؟ بلشنا ب 1500 1440 دينار. شاشه وراكم. بنات دره ايش كثر بقى؟ 1000. فرق 10 دنانير. احم
فرق 10 دنانير. العشرة تسوي. اي تسوي اشياء بلا. جاهزين؟ اي. الجولة الثانية هي الجولة الوحيدة اللي راح تلعبون فيها حرفيا ضد بعض. أنا مالي شغل. أوكي؟ أوكي. وزعوا قلوب حب الحين وصيروا صديقات لين أطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم في بالحظ والصان. الجولة الثانية مكونة من 10 أسئلة حق الفريقين، مدة السؤال 15 ثانية، سعر أول 5 أسئلة 50 دينار وثاني 5 أسئلة 100 دينار. باختصار اللي عرف إجابة السؤال يضغط على الزر بسرعة، في حال جواب صح ينخصم من الفريق الثاني سعر السؤال، أما إذا جواب غلط بيجني على فريقه وينخصم منهم سعر السؤال. قبل الجولة في أحد حاب يطق أحد بلوك؟ في أحد حاب يطق أحد بلوك؟ لا؟ لا. تمام، عيل سمعوا القوانين عدل. الحين أنا أسأل سؤال، السؤال للفريقين وهو واحد، ياخذ السؤال اللي يضغط على البز أسرع. ولكن تطقون البز قبل لا يبلش الوقت مو محسوب. نطري. تمام؟ تمام. سمعوا عدل. أسأل السؤال، يبلش الوقت، تضغطون على البز. جاوبتوا صح، قيمة السؤال تنخصم من الفريق الثاني. جاوبتوا غلط، قيمة السؤال تنخصم منكم. نفس الكلام لكم. ما حد طق البز. مرت 30 ثانية وما حد طق البز، اثنينكم مو عارفين إجابة السؤال. الفلوس تنخصم منكم انتوا الاثنين علي وعلى عداي. اوكي. طقيتوا البز مع بعض وقعدتوا تتناجرون احنا اول احنا اول. عندي الكاميرات كلها بالاستديو راح يقولوا لي. السؤال الاول يقول، من هو الشاعر الذي قام بكتابة اغنية مذهلة للفنان محمد عبده؟ اعرف. تايم. عندي فريق بنات سعاد طقوا على البز. مذهلة. مذهلة ما هي بس قصة حسن. تقدرين تشترين اختيارات إذا تبين. يلا أوكي. 30 دينار. 30 دينار. 30 دينار يشترون فيها اختيارات. لا لا. خلينا نشوف مع بعض. يلا. هل هو الأمير بدر بن عبد المحسن؟ بدر. الأمير عبد الرحمن بدر. بن مساعد. الأمير سعود بن عبد الله. بدر بن عبد المحسن. الأمير بدر بن عبد المحسن. بدر. ليش طلعت؟ اختاروا. لا عبد الرحمن. الأمير عبد الرحمن بن مساعد. يلا أحب كذي. 50 دينار خصم. نروح حق السؤال الثاني اللي يقول، ماذا كانت تسمى منطقة الروضة بالكويت قبل تسميتها بهذا الاسم؟ تايم. ما في 30 ثانية. بنات. نبي اختيارات. اللي أول شيء أخذ السؤال، اللي ياخذ السؤال. أوكي. خذوه بنات درة. نبي اختيارات. ما طقيت. نسيتوا تطقوني. ابا اختيارات. شنو؟ اعطوني اختيارات واخصم 30 دينار يا سعود. فاتن الشهر. العديليه الجنوبيه، العديليه الغربيه، العديليه الشرقيه. جنوبيه. العديليه الشرقيه. شرقيه. العديليه الشرقيه. شرقيه. العديليه الشرقيه. غلط. صح. خصم 50 دينار. السؤال الثالث يقول، في أي دولة تجد المدينة القديمة بترا؟ نطرتوا التايم؟ خصم 15 دينار. مخالفة. خصم 15 دينار. ليش؟ لأن طقيته قبل التايم. سؤال طالب. يلا. يا زين. أنا واضح في كلامي ما أحب أكلمك. أسوأس. أسوأس. ركزوا معي. وقف التايم ورد عيده مرة ثانية. يلا. يلا. تايم. مني أول. الأردن. الأردن. المملكة الأردنية الهاشمية. والإجابة صح. خصم 50 دينار. السؤال رقم 4 يقول، نطروا التايم. سمردحة. ماذا تعني كلمة سمردحة؟ تايم. تايم. يلا. خذيتوا؟ خذينا. خذيتوا السؤال؟ خذينا. شنو إجابته؟ سمردحة. مخليها كذي على الله. سبهللة. سبهلله. صادتها سبهلله. صح.
احنا على فكره استخدام سمردحه عندنا باللهجه مو بالوصف الصحيح. احنا نقول عادي راح اعطيكم اخر فرصه، تبون تشترون اختيارات ولا احسب السؤال غلط؟ اختيار يلا نشتري اختيارات. 30 دينار يشترون اختيارات. كلمه سمردحه هل تعني المكان الكبير الواسع، المكان متعدد الادوار، ام المكان القديم؟ سمردحه يسوون كيف؟ شنو الكبير؟ المكان الكبير؟ انا احس الواسع الكبير. المكان الكبير الواسع. متفقين؟ متفقين. الإجابة صح، خصم 50 دينار. السؤال الأخير بقيمة 50 دينار يقول: من هو الممثل الذي قام بدور الذيب في مسرحية ليلى والذيب من بطولة هدى حسين؟ تايم. لحظة، كنا نضغطوا مع بعض. عدل؟ عدل. عدل إيه. أوكي. شيخة راح تلعبين؟ لا. آلاء راح تلعبين؟ حجرة ورقة مقص مع دانا. يلا يلا بلش. ثلاث مرات. يلا يلا. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. يلا. واحد واحد لنا. حجرة ورقة مقص. واحد واحد. يلا فصل. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. اثنين لكم. يلا آلاء. شنو الإجابة؟ محمد لجيمي. محمد العجيمي. والإجابة صح، خصم 50 دينار. ما لقيت غيري. أحبابي أعزائي أصدقائي. رأفة شوي. رأفة. لا معلش. إحنا اللي قلنا. شنو؟ ترى إجابتنا. ترى على فكرة ترى عادي إن كلكم تعرفون إن الإجابة صح، يعني مو غلط. عادي نسمح لكم يعني. ولو حقنا. تمام. أشمار. ايش رايكم نسوي الحين قيمة الأسئلة 100 دينار؟ مو ضروري. ايش رايكم يا حلوين؟ ايش رايكم؟ ما تحسون؟ لا 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 تعرضون. ايه شاطر. ما شاء الله. أفضل أصلاً. نرفع قيمة الأسئلة إلى 100 دينار. السؤال القادم يقول: كم سنة استمرت حرب ال 100 عام بين فرنسا وإنجلترا؟ تايم. 30. لا بنات درة. 100 عام. 100 عام. كاتبة. احب الغوالي تدري لو غاش اسوي فيك سنتين. يعني انا الثقه. شلون حرب 100 عام؟ تكفين. شلون حرب 100 عام؟ اخر كلام بنات. 100 عام؟ 100 عام. ما تبون تشترون خيارات؟ نشتري نشتري خيارات. خصم 50 دينار. شو اسوي فيكم؟ خصم 100 دينار. لا لا والله لا صدق بعد. صح نسيت. الاجابه هي 116 سنه. ليش مو كافي؟ 16 علي؟ 16 ناس؟ هي 100 اكيد 16 سنة. تدرون قبل 16 سنة كان الوضع غير عن اليوم؟ صح صح وجهة نظر. السؤال السابع يقول: كم كان عمر مارك زوكربيرغ لما اطلق الفيسبوك؟ منو ذا؟ هو اونر فيسبوك. اوكي. مارك زوكربيرغ. احط طق البز؟ ما احط طق البز؟ كم كان عمره؟ 18. فكري شوية. 21. فكري بعد شوية. 22. ها 22. 20. قلتها وإجابة صح من بين كل الأرقام. 22. 22. 19. 22. 20. 22. 19. ودي آخر كلامك وأسوي ميوت حق رفيجاتك. 19 خلاص. 19. شيخة. 19. ايش فيك خايفة؟ قولي 19. 19 والإجابة صح، خصم 100 دينار. السؤال القادم يقول: ما هي العملة الرسمية المستخدمة في ألمانيا في عام 2024؟ تايم. بنات سعاد. لا لا تشترون. يورو استرليني. يورو ولا يورو استرليني؟ استر علينا يا رب. استر علينا يورو. استر علينا يا رب. يورو.
يورا 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 خصم 100 دينار الإجابة صح. قلت لك هلا. السؤال قبل الأخير يقول كم عدد مواد الدستور الكويتي؟ 118. لا احس اعلى، احس 200. 206. 206 اكيد. هذه لفه صوب الخيران. لا زين خيارات خيارات. اعطوني اجابه. 206 118 118 ولا 206؟ شروا اختيارات خصمي 30 دينار. 181 182 183 183 لا مو متأكدة. انت ادب ايش فيك؟ ما ادري ايش ادب. انا وهقيت درست بتاسعة. 181 181 ثبت صح؟ بتاسعة يلا غلط. لا 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 لحظة 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 لحظة. هذا السؤال اللي مخشوش فيه ابجريد اس تي سي. لأنه قيروا؟ لا هذا السؤال الدستور قيروا لأن ابجريد اس تي سي موجود فيه، واس تي سي أحد رعاتنا في البرنامج، طالبين منا طلب أن هالسؤال سواء جاوبتوا صح ولا غلط ما ينخصم منكم شيء. الله. وغير هذا كله ينخصم منكم ابجريد ولا ينخصم منكم انتم بعد شيء. غريب ناخذ درجه. مع ان انتم جاوبتوا غلط بس ما راح اخصم منكم 100 دينار. وفوق هذا كله اس تي سي تعطيكم ايباد هديه عليكم بالعافيه. الله يعافيك. مو مستانسين؟ ماكو صفقه حق اس تي سي؟ صف كلكم صفقوا لهم يستاهلون. عليكم بالعافيه الايباد. السؤال الاخير يقول في أي نادي سعودي رياضي يلعب اللاعب كريستيانو رونالدو حاليا؟ تايم. احنا 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 والله احنا احنا دره دره. دقيقة بس عادي أقول شيء؟ لا أنا من قبل يبلش التايم أنتوا قاعدين تضغطون. أنت أول ما قلت تايم طقينا. لا 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 ما طقينا. قاعد يقولوا لي صح كلامك علي، تعبت وأنا أكون صح يا ربي تعبت. أوكي بس أنت أول ما قلت تايم طقينا. احنا طقينا أول. احنا أنت طقينا. أعزائي رجعوا حق الفار، قولوا لي منو اللي طق أول بعد ما بلش الوقت، تفضلوا أعطيكم وقت، تقولوا لي تراجعون الكاميرات. يراجعون الكاميرات. احنا شيخة هي اللي طقت البز أول. أنا آسف بنات. أنتوا كنتوا قاعد تطقونا من قبل لا يبلش التايم، قلت لكم قاعد أشوف الليت عمى عيني هني أشوف أخضر أخضر. نادي النصر. نادي النصر والإجابة صح، خصم 100 دينار. والله ونفقت شوي شوي عادي خلي ياخذون. والله قواكم الله يا عصير تايم، لأن أنا كل ما نشف ريجي ألاقيكم موجودين. خلصت الجولة. صار وقت عرض الميزانيات. يلا يلا كلكم التفتوا على ميزانيتكم، كلكم أعطوني أعطوني ظهركم، بنات أعطوني ظهركم، شوفوا ميزانيتكم، إيش رأيكم؟ ضحى بنات سعاد من 1440 كم بقى بحسابهم؟ 985 بعد احنا واحد وايد. سعود بنات درش كثر بقى بحسابهم؟ 1105 برافو. احنا وينك؟ الجوله الثالثه هي الجوله الفصل. طق السريع يلا شوي شوي ركزوا لان الجوله الثالثه فيها لعبه راح نلعبها كلنا ويا بعض. اذا قدرتوا تفوزون وارد ترى من سؤال واحد بالجوله الجايه، اذا غلطوا تصير الكفه مره ثانيه لكم ان شاء الله يا رب. لان احنا وقفنا هنا عند اخر سؤال كانت كم قيمته؟ 100 دينار. اللعبه الجايه 120. سؤال قيمته 120 دينار بس راح نسولف عنه بعد الفاصل. بالجولة الثالثة كل فريق منكم راح يجاوب على 3 أسئلة راح تكون عبارة عن 3 صور 3 فئات، شخصية مشهورة، عمل فني أو أكلة. كل مرة متسابق من الفريق راح يطلع وبتبين على الشاشة صورة بيشوفونها فريقه، وهو لازم يصيد الصورة من خلال أسئلة يسألها فريقه، وهم عاد ممنوع يجاوبون إلا بإي أو لا. شدوا حيلكم، ترك الصورة سعرها 120 دينار. دانا وأريام انتوا راح تلعبون على فئة الأكل.
نبلش مع دانا. حياك يا دانا. الصورة اللي راح تطلع حق فريقك صورة أكلك. قاعد تشوفين اللزاق اللي فوق؟ كاو كاو على الأرض هني. أوكي عنده. أيوة. أوكي. وطالعي فريقك. يلا. وسأليهم عن الأكلة اللي طلعت لهم على الشاشة الحين وعطوني التايم. يلا. شنو كاو تنشرب؟ تنوكل. أسئلة إجابتها إي أو لا. تنوكل. إي. غدا. لا. عشاء. لا. حلا. لا. لا. ريوق. اي. كونفليكس. لا. عادي قول اجابات. اي عادي. بيض. لا. ينوكل. لا توترني. اسف اسف. قالوا لك ينوكل وينوكل على الريوق. فكري. ينوكل على الريوق. صلب. شوي. نوعاً ما. نوعاً إيه ما. أو لا نوعاً ما. لا. شوي. أطفال. لا. لا. كبار. إيه. إيه. فول. لا. لا. ريوق. إيه. تبون تشترون 30 ثانية زيادة ولا شلون؟ كافي. كافي. تحسون أنا راح تعرفها لو تعطونها 30 ثانية زيادة؟ لا. لا. عيل دانا. شوفي الصورة اللي كانت طالعة حق ربعك شنو؟ شباتي. كان سنتي دولة. صلب. أي دولة؟ نوعاً ما؟ شباتي صلب. شباتي صلب. الشباتي ما فيه. ما أدري. مجربين شباتي الأندلس. لذيذ. شباتي أحمر. أطلع شايف. والله كفو. معجبن. معجبن صح. لازم. سلام عليكم. قومي. جاهزة أريام؟ أنتِ ليش قلتِ لها قومي؟ ليش ما حسيتني قاعد؟ أم بس صح. أنتِ شعرك. أريام. تبون تبدلون الفئات بينكم وبين بعض؟ اي ابي ابدل. خليني. تبين تبدلين مع اريام؟ مع اريام. اريام تبين الاكله عندك واريام تكون عندها شخصيه فنيه؟ شخصيات اي ما تعرف هذه زي ما تعرف اهلها منو؟ خليها عندك. ها اتفقوا. تبين ولا لا؟ تبدلين معي؟ الحين لا تهاوشون اختاروا. اريام. لا 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 يلا على حياك. يلا جو. اي طف من هني اريام. عادي عادي. عادي اي طريق. عادي عادي. جاهزه؟ تايم. تفضل يا اريام. ها يلا. تنوكل؟ اي. اي. غدا؟ لا. لا. اي. 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 فيها زجاج؟ لا. لا. صوتك اعلى. صوتك. خلاص لحظة. وقت اليوم. عشا صح؟ ها؟ تنوكل على عشا اي وما في هدية. شوربة؟ لا. بعد كملي في وايد اسئلة. حارة باردة. حارة. ما يصير. مخالفة. لا لا انتوا غلطتوا قبل شوي وطول. اي كملي يلا كملي. حالية؟ لا. لا. واي ابا. 10 ثواني يا اريام. اريام. مو حالية. لا. 5 ثواني. 4 3. شنو؟ مجبوس؟ لا مجبوس. دقيقة دقيقة دقيقة. احنا قلنا لك منو قال عيش؟ ما حد قال عيش. عشاء. قلنا لك ما فيها دياي تقولين مجبوس. شوفي الإجابة شنو كانت. فول. هني ولا هني؟ فول. فول. فول أريام. شو ودانا هذا؟ معلش أمها مغربية. والنعم فيكم كلكم. والله فيه. يلا. ما أنا شغل. ما تفهم. ما تفهمين شيء أنت؟ جاهزة؟ حياك. شفتوا شلون إذا 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 ما ظليتوا تسألون طول الدقيقة ماكو فايدة. سألي بسرعة ورا بعض. شخصية مشهورة. بنات راح أعطي مخالفة 15 دينار للإزعاج. سجلها عندك سعود. دقيقة بلشت. تفضل أيهن. قديمة؟ لا. جديدة؟ يعني مو قديمة. إيه إيه. حياة الفهد. لا. حسين. لا. تمثل. لا. لا. مذيعة. لا. مغنية. إيه إيه. أم كلثوم. لا. لا. فيروز. لا. شيرين. لا. إليسا. لا. لا.
يقول أي شيء. نوال الكويتية؟ لا. سيل أي شيء أي شيء. أصالة؟ لا. لا. شيرين؟ رجال؟ لا. بنت؟ أي. أي. كملي سألي بعد قاعد تمشين صح. قولي أي اسم مغنية صح؟ تبون تشترون 30 ثانية؟ في خيارات؟ لا بس تشترون 30 ثانية وهي تكمل تحاول تعرفها. لا ما أتوقع رح تعرف. لأن في سؤال مفصلي هي ما سألته للحين عشان يساعدها. ما فهمت. يعني في سؤال لو سألته لكم ايه؟ من إجابتكم إي أو لا راح يبين معاها أسامي أكثر. فهمتوا قصدي؟ ايه؟ فتحسون الموضوع يسوى تشترون 30 ثانية ولا لا؟ لا لا, لا؟ لا. خلاص عيال الهند رجعي مكانك. شوفي أسماء الفنانة أسماء المنور. ايه هي الصورة اللي طلعت؟ صافية 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 أحلامي غبية. نور صافية غبية صح. هذه دلة كما هاي شيخة. هاي حياك. جو جو. أيوة يا شيخة. جاهزين؟ دقيقة حق شيخة تفضلوا. مغنية؟ لا لا. ممثلة؟ لا. مذيعة؟ لا. مغني؟ إيه. مصري؟ لا لا. لبناني؟ لا. كويتي؟ لا. سعودي؟ إيه؟ عبد المجيد عبد الله؟ راشد الماجد؟ لا مو راشد الماجد. كملي 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 سهله. عايض؟ لا قولي كل اسامي. قولي اسامي. رابح صقر؟ لا مو عارفهم. قولي بعد في قولي 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 شلون نسمع. ها 15 دينار مخالفه على الفريق. ايش لا ما راح اقول لك قولها. اعطيها سامي. عبد المجيد عبد الله راشد ماجد عايض رابح صقر. يا رب طلال مداح. منو بعد؟ زيدي زيدي في واحد. غلطتكم كانت انه سعودي. انا قلتوا لها انه هو سعودي. انا ما ادري هو شنو. خل اجرب انا. ايه اوكي مو سعودي. كملي. مصري؟ لا. لبناني؟ ترى ما راح احسب الاجابه صح بكل الاحوال. لبناني ادري حبيبي بس ما اظن ان هي راح تعرف من هالسكه. كملي. لا. كبير؟ اي مو وايد يعني بس اي. شنو في جنسيات بعد حق مطربين؟ ما ادري. بحريني؟ كويتي؟ لا لا. هو شنو اصلا؟ هو ما ندري شنو جنسيته. صدق انت هو فعليا عنده الجنسيه السعوديه. اي خلاص بس هي بس هي مو جنسيته الاساسيه. عرفت بس عرفت. هو عنده جنسيه ماجد المهندس. عليك إيه؟ نور اوكي خلي الجنسيه. بس بسالك سؤال لو كانوا قايلين لك بانه هو من الجنسيه العراقيه كنت اكيد راح اعرف ماجد شكرا المهندس. شكرا ما قصرت يا ردي مكانك. فهمت شلون طلال؟ اوكي زعل خلاص قطرة يعني لأنه هو خذ الجنسية الخاصة عربي سعودي. لا إيه صح خذ الجنسية بس أنا أدري إن هي راح تعرفه من جنسيتها الأساسية مو الجنسية اللي تو أخذها. بس فهمت قصدي؟ ما عليه ما يزعل بطقكم. يلا رماس يلا والله عمل فني. ها رماس رماس في راسنا. أعطوني الدقيقة. يلا يا رماس. يلا. أعمال عربية؟ لا لا. يابانية؟ لا انمي؟ لا لا. فيلم؟ اي لا لا لا. مسلسل؟ اي في سعد عبد الله؟ لا لا. في حياة فهد؟ لا لا لا. محظوظة مبروكة؟ لا لا. الحين قاعد يقولوا لك لا في لا حياة ولا سعد. سندي باد البحري؟ لا 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 لا. حلا بطولة ريال؟ لا 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 مرض. لا لا بطولة جروب. سهل قولي. سهل سهل. لملي لملي البلام. لا 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 والله لا والله لا. ويت مسلسل مسلسل خلص الوقت. تحسين قلبتي؟ لا
عطوني الصورة؟ لا وين عاد نشتري فرنس. تدرين شو المشكلة؟ انك ما قاعدة تسألين عن الجنسية. إيه؟ لو قايلة مسلسل كويتي مصري لبناني امريكي، فهمتي قصدي؟ كان قالوا لك اي حزتها راح تفكرين بالمسلسلات الأجنبية. انت لما سألتي ياباني انا صار فيني زين ذكية قاعدة تمشي صح. بعدين رحت سندباد بعدين حنجتي. ما خلاص رديتي على الكويت ما تبي تطلعين. اسف لي ما سردي مكانك. يلا ما عليه ما عليه. هلا هلا علي. يلا اخر صوره فيديو لبعضها واخر دقيقه جاهزه الا اعطيكم. اعطوني دقيقه ابدا. يلا خليجي؟ لا. اجنبي؟ لا. شنو هو شنو هو شنو هو؟ مسلسل؟ لا. فيلم؟ اي. مصري؟ اي. ولا اي 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 كملي. عارفه؟ اي شنو عارف؟ عمكم؟ لا. ها جديد؟ لا. قديم؟ اي ما اعرف شيء قديم. كنا مو قديم وايد. ها؟ لا ما كمل. مخالفه 15 لا 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 علي كملي. اوكي شنو؟ شنو الافلام المصريه اللي تعرفينها؟ قوليهم كلهم. قوليهم كلهم. اي قولي. قولي. صار ثلاث سنين. لا. الحين فرقت وياك؟ لا لا اي بشوف صار شيء كم سنه. قولي اللي تعرفينه. ما طالع مصري. أتيكة الغسالة شنو؟ لا لا قولي قولي كل أفلام مصرية. يلا والله ما خير راح ما خفتر خلاص. لا ما أصدق لأن ما تابع مصري أنا. شوفي شنو أنت شوفي أول شيء شوفي شوفي شنو ضحكي شوفي ما تابع مصري ما تابع مصري. من هذا؟ عمر سلمى. شنو ضحكنا تعالي حواجب. من هذا؟ تقولها تقولها قولي حواجب. هذه أول مرة بهالجولة ما حد يجاوب صح على ولا صورة. لا لا صعب. لنا الشر. يعني شباتي وفول. ماجد لا ماجد المهندس وأسماء المنور. اليوم. فريندز وعمر وسلمى. كلهم ريليفنت كلهم معروفين كلهم. خلوني أشوف الميزانية إيش صار عليها ضحى بنات سعاد إيش كثر بقى بحسابهم. ليش بس شايفينه دايما؟ 575 دينار. احنا نبقى. سعود ايش كثر بقى بحساب بنات دره؟ 600 دينار اوبا. 25 دينار الفرق خلت بنات دره يروحون النهائي. وبنات سعاد نقول لهم احنا اسفين. كثر ما تخالفنا. ايه. على كثر ما تخالفنا. 25 دينار الفرق. يزعل شوي يزعل لأنه وايد قراب من بعض فعليا وايد قراب. الله علاوي قاعد. بس خلونا نحييهم بنات سعاد انهم ابدعوا. شرفتوني بنات الله يوفقكم ان شاء الله يا رب. نحضر حفل تخرجكم ونصفق لكم ونشوفكم ان شاء الله يا رب ماخذين اكبر الشهايد بالدنيا من هلا الاعلى. اتمنى ان انتم استانستوا. اي طبعا والله والله صدق والله. يلا نسوي لهم هارت كلنا. عاش من شافكم بنات مشكورين وايد وما قصرتوا. حياكم الله. باي 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 مع السلامة. باي 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 والله العظيم يا جماعة شيخة قوية كل أغاني اللي أعرفها تعرفها. حفظ الأسامي أنا. مبروك بنات الله يبارك فيك. جاهزين حق الجولة الأخيرة؟ اي لا تخالفنا علي. اي بس كافي عيال خلونا نروح بريك ونتفاهم على الموضوع بعد الفاصل. نلعب الجولة الأخيرة في بالحفظ والصون. مبروك. ما بغيتوا توصلون؟ يلا هانت اخذوا نفس وحاولوا تحفظون 40 اسم دقيقة ونص. وعلي رح يسأل 5 أسئلة. مرحبا بنات. أهلا. عندي لكم سيناريوين. اوكي. السيناريو الأول تصوتون حق واحدة منكم تلعب ضدي. إذا فزت عليها راح أخذ 600 دينار اللي بقيت لكم. بس إذا فازت علي راح أرجع فلوسكم كاملة وترجعون ب 1500 دينار أو
تلعبون على 600 دينار بس ما تلعبون فريق، تلعبون ضد بعض وواحدة فيكم اللي تاخذ. لا ما نلعب ضد بعض. لا نلعب ضدك. ضدك. وإذا فزتوا علي تاخذون 1500. اي منو اللي راح تلعب ضدي فيكم؟ شلون كذي طالعتوني؟ انا رديت قري. انا اتوتر. انت اختار، انت اختار علي. انا ما راح. منو فيكم شاطره بالحفظ؟ الاء. الاء؟ كلنا بس ننسى. ننسى بس الاء ما تنسى. حتى هي جمل على قولة واحده. جمل جمل جمل. الاء الاء راح تلعبين ضدي؟ اوكي. تعالي مني مكاني. انت وترجعون خطوتين ورا بعد اذنكم. بنات سبورت. ارجوكم اذا شفت اي محاوله مساعده او غش راح اسحب المبلغ واوقف اللعبه. اوكي اوكي. الاء راح تطلع لك صوره فيها 40 اداه واجهزه منزليه حفظي الاشياء اللي موجوده. بعدها راح اسالك 5 اسئله، اذا جاوبتيهم 5 صح خريجات ثانويه الدره راح يفوزون ب 1500 دينار. الموضوع عندك وبيدك وانا متاكد انك قادره. خاف اخسرهم. ما تخسرين الاء. يلا واذا خسرتيهم فعادي الفلوس عندي بالحفظ والصون. لا حطوا بحفظنا. جاهزه؟ جاهزه. راح اعطيك دقيقه ونص تحفظين. اعطوني الصوره. هذه هي الادوات والاجهزه اللي لازم تحفظينهم. اعطوني الوقت. تفضلي الاء حفظي. شيخه انت مواليد اي سنه؟ 2005. 2005 أي شهر؟ 7. شهر 7 أي يوم؟ 18 7. وأنت يا ريام؟ 2006. أي يوم؟ يوم 9. أي شهر؟ 1. توه كان عيد ميلادك من فترة قصيرة. 18. عمر كله إن شاء الله. يا رب. شيخة شنو ناوية تخصصين بعد ما تخرجين؟ هندسة حيوية. يلا يا رب الله يوفقك. وأنت يا ريام؟ بالهندسه بس ما قررت لحين. اي تدرسون هني بالكويت ولا بتطلعون برا؟ برا. برا؟ ربي يوفقكم ان شاء الله. انتي؟ ما احس انك تروحين برا. ما ادري. ممكن. ممكن. يمكن ايه. يمكن لا. على حسب مزاجي. ما ندري. ما ندري. الاء شاطره بالحفظ؟ اي سهل. صدق؟ سريعه. تحفظ السوالف. اوه هذا سهل. جيب السالفه من البدايه للنهايه. بالتفاصيل. اوكي. هي مسكرة اذونها وقاعدة تحفظ. اي عشان تحفظ. هي شي تحفظ. هي قريبة شوي. لا بالعكس. تدرون انا قبل لما كان يصير عندي امتحان وابي احفظ شنو اسوي؟ اقرا المعلومات اللي بحفظها بصوت عالي. اسمعها ادرس بصوتي. نفسي. اسمعها بصوتي. انا اذا طالعت وما في. اي. باقي اخر 5 ثواني. يا علي. ويخلص الوقت. تحسون راح تفوز؟ اي اي بتفوز. لا اي. واثقين فيها احنا. اي. خلص الوقت. شيلوا الصورة. راحت الصورة؟ ايه. في قدام الاء صورة؟ لا 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 لا. الاء جاهزة؟ حفظتي؟ لا. بلى. خليك واثقة من نفسك. عادي الاء. اعطوني السؤال الأول. اذكر اسم جهازين يستخدمون للتبريد. ثلاجة وشو الثانية؟ تقدرين. تكييف. تكييف صح. باقي لك 4 أسئلة. اوكي. السؤال الثاني. لا keep going. ما هي الأداة أو الجهاز الذي يستخدم كوحدة قياس في المطبخ؟ ما أدري. تدرين؟ يلا ألا يلا. لما بنسوي وصفة نقول نضع مقدار؟ إي مقدار شنو؟ ملي؟ مقدار لا شنو؟ لا لا اللي كوب. إي كوب. إيه؟ الثاني كوب. كلاس. كوب. كوب. شنو اللي كان موجود؟ كان في كوب. كان في كوب. كان في كوب. اكيد كان في كوب. متاكده كان في كوب؟ صح. وكرتني. نروح حق لا تكلمون بنات. ما نوضح لها؟ ابدا ما يصير. ليش؟ قاعد تسولفون وياي كنتوا. السؤال الثالث يقول اذكر 3 أدوات تتعلق على الحائط. تلفزيون. تلفزيون. التلفزيون كان موجود اصلا؟ اي متاكدة؟ اي والله تمام. كان فوق اول شيء. صح. بعد عادي. عادي عادي عادي. عندك وقت. عندك وقت. قولي لي
شنو بعد يتعلق على الحائط؟ ساعة. ساعة صح. أبي بعد واحدة. عادي بعد واحدة. قاعطيك وقت. واحدة واحدة. ها. لوحة. لوحة صح. باقي لك سؤال. هذا قاعد ينفجر. لا لا لا. عادي عادي. بالهدوء راح تفوزين آلاء إن شاء الله. السؤال الرابع. اذكر ثلاث أدوات أو أجهزة تنتهي بحرف النون. تليفون. تليفون. تلفزيون. كل دي. تلفزيون صح. تليفون مو موجود. مبلا. مو موجود. آخر واحد مبلا. كان موجود هاتف. طفي الطقة. لا لا. لا. يلا ترى في وايد. تلفزيون و. إيه؟ أنا راح أساعدك بوحدة. فرشة أسنان. فرشة أسنان. يلا أعطيني بعد واحدة. ستشين. صح. لا لا. ألا. آخر سؤال. السؤال الأخير اللي راح يوصلك ويخليك. بدل لا أخذ منكم 600 دينار أرجعكم ل 1500 دينار. السؤال يقول اذكر اسم ثلاث أدوات أو أجهزة تحتوي على حرف الخاء أول نص أو آخر الكلمة. شنو اللي فيهم حرف الخاء؟ بالله هذا ما أذكر. بلى بلى علاء. تذكري تذكري آلاء. تقدرين آلاء. لا ما تصير. ما هي هذه كانت مكنسة بس أنا قلتها مخمم بالي. لا. راح أساعدك. خلاط. صح. بعد. ها. خلاط صح. مني لك. شنو منك لي؟ سخان. سخان. باقي واحدة. يلا يا آلاء. باقي واحدة. واحدة وممكن تكونين بخور؟ فعلياً. كان في بخور؟ كان في بخور؟ ما أدري قاعدة أحاول. هو في شيء له علاقة بالبخور بس ما كان. مبخر؟ مبخر؟ إيه. آلاء انت تدرين ايش كثر انت ذكية ولكن 600 دينار رجع ليها 1500 دينار. مبروك خريجات ثانوية الدرة الهاشمية يرجعون المبلغ مثل ما كان. 1500 دينار عليكم ب 1000 1000. ابي كل اللي بالاستديو يصفقون لهم. كل اللي بالاستديو. برافو 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 برافو. عليكم ب 1000 عافيه وتستاهلون. تعبتوا واجتهدتوا والحلقه وياكم كانت فعلا خياليه. اشوف دموع. ها هذه دموع السعاده. اكيد تستاهلون تستاهلون وتستاهلون. وإن شاء الله أشوفكم بحفلة تخرجكم لأني أنا شخصياً أبي أحضر عشان أبارك لكم مرة ثانية في حفل تخرجكم. ألف مبروك. شرفتوا الثانوية والدفعة وعيال الفردوس وشرفتوا شباب وبنات الكويت المثقفين الأذكياء اللي عندهم شخصية حلوة نفس شخصيتكم. عسى الله يخليكم حق أهلكم. مبروك. ما شاء الله. بارك فيك. ما خليت لكم حتى تقولون أصلاً. في برنامج بالحفظ والصون دائما التحدي يكون في افضل اشكاله واكون فعليا سعيد اذا احد خذ ال 1500 كامله. لما اعد للثلاثه ابيكم تقولون معي اشلع. زين اوكي. هل راح نشوف بعد احد ياخذ 1500 دينار مثل ما سوت آلاء وثانويه الدره الهاشميه بالفردوس؟ للامانه اتمنى ولكن سابقه ونجاح. فخور فيكم. احس ابي اختم عشان نحتفل. ايش رايكم؟ شوفوا حتى انا ايدي ترجف من الوناسه والله العظيم. شو كله من اسواس. كله من اسواس. مبروك بنات. مبروك فيك. تصبحون على خير يا جماعه. واحد اثنين ثلاث. اشلع اشلع على اشلع. طايف يبا اطلع. وين رحت عنها اياك ما ترجع. اشلع على اشلع. طايف يبا اطلع. وين رحت عنها اياك ما ترجع.
تسمع إن رحت عنها سامع شنو قلنا ولا أنت ما تسمع باكر ترى لنا لقى شوفك صعب نفارقه وبغيبتك يعني شك باكر ترى لنا لقى